خلونا نروح لتقرير عن ستريت فايت واللياقة التنافسية واللي اتعملت في المدينة الرياضية فين؟ في العاصمة الإدارية الجديدة. هي مصر ماشية، يعني ماشية قطر، ما في قطر مين؟ مكوك فضائي، مفيش حاجة هتوقفك. شوفوا التقرير ده حلو جدا ونرجع نكمل الكلام. النهارده في حدث كبير، وامبارح حدث يعني اهتمامنا بالتنميه الرياضيه. توجيهات سياده الرئيس الاهتمام باللياقه البدنيه واهتمام بصحه الشباب واهتمام بشكل الشاب المصري ومن خلال الرياضه. علشان كده احنا انشانا اتحادات نوعيه. اتحاد نوعي يعني الوزاره تنشئ اتحادات لتحقيق اغراضها الرياضيه وغير رياضيه شبابيه. يعني هذا الاتحاد يعني هو بالانجليزي وبالعربي اسمه ستريت ورك اوت. ستريت ورك اوت يعني رياضه الشارع. وفتحنا معاه طبقا لوجود في اتحادات دوليه يعني اهليه اخرى اتحاد مرتبط باللياقه التنافسيه. اللياقه التنافسيه يعني لياقه بدنيه بس تتحط في معدلات قياسيه. في الحقيقه دمج الاثنين مع بعض، بنعمل يعني ادوات في الشوارع في بعض المتنزهات، بنفتح مسابقات لان هي فيها درجه عاليه جدا من الصحه واللياقه او اللياقه اللي بيها فيها تحدي. شفنا امبارح والنهارده هذا التحدي، وبالتالي عملنا يعني بطوله عالم وموجوده هنا، وفي بطوله عالم ثانيه هتتعمل مرتبطه بتنظيم هذا الاتحاد بدعم كامل من الوزاره. اكشلي الفانيو تحفه، المكان متورجنايزد جدا. الفت انا مش اول مره اجي الفت، انا جيت قبل كده كنت اورجنايزر، وذي ار دوينج ا جريت جوب. واكشلي الكومبيتيشن نفسها معموله حلوه جدا، والاثليتس اللي جم من كل العالم، يعني المنظر شكله حلو جدا في مصر. النهارده انا اخدت المركز الاول، اليوم كل حاجه فيه بيرفكت. امبارح والنهار واول ثلاث ايام صراحه كل حاجه متنظمه جدا، كل حاجه حلوه قوي. يعني مبسوطه ان انا وصلت لده، انا بقالي سنه بتمرن عشان اوصل لده. Well, so we were very, very impressed by the organization and about everything around the competition. I mean, all the people, they were so kind with us and they welcomed us like, I mean, I feel like home. I'd never been in Egypt, especially in Cairo, and all the people, they were so kind with us. So I'm very, very happy to have been in this competition. This was one of the best organized contests I've been to because everything was smooth. You see, when they say 2 o'clock, it's 2 o'clock. And this is rare. So I thought it was cool. It's really cool. And I mean, everybody's friendly. All the athletes are friendly. Everybody's welcoming. Like, they don't let you on your own. They say, oh, go here. Go. Like, everybody's together. So it was a great experience, man. I loved it. It's the first time I'm in Egypt, and it's so nice. It has been a good experience. This is really good organized, this competition, and information, we always get information right away. It's good athletes we're competing against, so it's a good competition. And all around the world, the athletes, so. I wasn't competing in team, I was competing in individual, elite female individual. And I was in the top five, so I'm not sure where I am now. Hopefully 4 or 5, I think so. So it has been good experience, and I hope like if I come next year I will be in top 3 at least.